العربية من أقدم اللغات الحية، وهي لغة ربانية نزل بها القرآن الكريم. علم الله بها آدم عليه السلام الأسماء كلها، ثم هبط بها إلى الأرض. في وصف الله تعالى القرآن بقوله: قرآناً عربياً، معنى التمام والكمال والخلو من النقص والعيب. ألف ب: عتبة الطامحين لتعلم الأبجدية العربية بحروفها وبديع صنوفها. نهج متفرد يتدرج فيه الدارس ليبلغ قمم البلاغة، يجذب المتلقين الناطقين باللغة العربية وغير الناطقين بها. ألف ب: مشروع وقفي لتعلم وتعليم اللغة العربية، يشكل علامة تجارية عالمية تصل إلى ملايين المتعلمين، يتيح منتجات متعددة تخاطب شرائح مختلفة من المتلقين، يلبي حاجات الجميع من ناطقي اللغة العربية وغير الناطقين بها. يتفرد بأساليبه المتنوعة، حيث يعتمد أحدث تقنيات التعليم وأكثرها تقدماً. يجعل ألف ب تجربة تعلم اللغة العربية أكثر سهولة ومتعة. يعقد شراكات وتحالفات مع مؤسسات عالمية رائدة في مجال التعليم. يقدم ألف ب حلولاً للأفراد المتعلمين من ناطقي اللغة العربية وغير الناطقين بها. يقدم حلولاً للمعلمين وللمدارس والمؤسسات التعليمية، ويتيح تقييمات واختبارات. حلول ألف ب معتمدة من بيرسون. يوظف مشروع ألف ب عدداً من الأدوات التقنية والتعليمية لتحقيق الكفايات المنهجية. أطلق المشروع منصة ألف ب للمدارس ومنصة أكاديمية ألف ب. أما منصة ألف ب للمعلمين فسوف تنطلق قريباً. يوظف المشروع كتباً تعليمية للقراءة والتدريبات والأنشطة، وكتباً للتدريب الذاتي. يعقد ألف ب جلسات تفاعلية عن بعد وأخرى وجهاً لوجه. يتيح المشروع مساقات تعلم غير متزامن تتمثل بدروس مسجلة مرئية وصوتية مع أو دون موجه. يعتمد ألف ب مناهج تعليمية مميزة لتعليم اللغة العربية الفصحى توافق المتطلبات الخاصة والعامة. المنهج الوظيفي في المشروع يدعم المهارات التواصلية الأربع: القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة. يبدأ مع المتعلم من الصفر حتى يصل إلى مرحلة الإتقان. أما المنهج الوصفي فيشمل أقسام اللغة العربية كلها، من إملاء ومفردات وقواعد نحو وصرف وجذور وإعراب وفنون الكتابة والشعر والنثر والبيان، ويتماشى مع المنهج المدرسي والجامعي. المنهج الانغماسي يستخدم في تطبيق ألف ب أطفال، ويجسد تجربة التعليم دون الحاجة إلى لغة وسيطة. يحقق مشروع ألف ب انتشاراً واسعاً يصل لملايين المتعلمين حول العالم. يتيح برامج ودورات موجهة عديدة، منها ما يعتمد طريقة العمل بالتعلم الهجين، ومنها برامج مختصة بالعربية المبسطة وتمكين العربية، وهناك برامج تدريب مخصصة للطواقم الطبية. أطلق المشروع برامج مخصصة للعاملين في الشركات، مدعومة ببرامج VIP للمديرين والإدارات العليا، وهناك دورات تواصل للعمالة التي يتطلب عملها التواصل مع عملاء عرب. يعنى المشروع بتقديم دورات تمكين وتأهيل المعلم لاستخدام تكنولوجيا التعليم. أتاح المشروع فرص التدريب على طرق التعليم الهجين بهدف تطوير العمل ورفع كفاءة المعلم والطالب.